زي ما قلنا في الديجيتال كنترول، انا بيبقى عندي فيزيكال سيستم اللي احنا بنسميه البروسيس او بنسميه البلان. ده الفيزيكال سيستم اللي انا عاوز اكنترول على الاوتبوت بتاعه. فالسيستم ده له ترانسفير فانكشن داله في الاس، لان الانظمه كلها بطبيعتها انالوج. فلو الانبوت بتاعه يو اف تي، فانا عشان نكنترول على الاوتبوت ده قلنا بنعمل فيدباك عشان نحول السيستم ده الى كلوز دروب سيستم، وبنقارن القيمه الاكتوال اوتبوت اللي جايه بالقيمه ار اوف تي اللي هي بتمثل قيمه ديزايرد، فبيطلع من هنا الايرور اي اوف تي. الايرور كده ده انالوج ولا ديسكريت؟ ده كده انالوج لولا بلاس ترانسفورم اي اوف اس. احنا بقى الكنترولر بتاعنا هيبقى ديجيتال كنترولر، فلازم السيجنال الانالوج دي ادخلها على السامبلر عشان يعمل لها سامبلنج اوبريشن، يحولها من انالوج الى ديسكريت الاي اوف كي اللي هيبقى لها زد ترانسفورم الاي اوف زد. تدخل بقى على الديجيتال كنترولر، ده سوفت وير على الكمبيوتر يعمل البروسيسنج بتاعه ويخرج اشاره ثانيه ديسكريت ولتكن ام اوف كي اللي لها زد ترانسفورم ام اوف زد. طبعا الكمبيوتر بيخرج اشاره ديسكريت يا 0 فولت يا 5 فولت يا 1 يا 0. فلو كان السيستم بتاعك مثلا موتور محتاج مثلا جهد عالي وتيار عالي، فالسيجنال اللي داخل عليه انالوج، فلازم الاشاره الديسكريت تتحول الى اشاره انالوج مره ثانيه عن طريق الزيرو اوردر فولت اللي بيبقى له ترانسفير فانكشن جي اتش 0 اوف اس، ودي لها قانون محفوظ، فيحول اشاره الديسكريت الى الانالوج انبوت اللي هيدرايف السيستم. فده الشكل العام للديجيتال كنترول سيستمز او الديسكريت تايم سيستمز. وزي ما انتم ملاحظين، زي ما قلنا في الترم الاولاني، ان هي بتبقى واخده شكل كلوز دولوب لان انا بعمل فيدباك للاوتبوت. طيب المره اللي فاتت شفنا ازاي نحسب الريسبونس او الاوتبوت بتاع السيستم، بس لما بنيجي نتعامل مع الانظمه بقى بنتعامل معها كديسكريت او ديجيتال سيستم، بيبقى الاناليسز والديزاين كله باستخدام الزد دومين او الزد بلين، لان السيستم قبل ان انت ما الديزاين بتاع الانظمه الكنترول، انت الاول بتعمل ديزاين وبتعمل سيميوليشن على الكمبيوتر الاول، تاكد ان الريسبونس بتاع السيستم طالع زي ما انت عاوز، ثم تاخد الكلام ده تنفذه عملي. ففي مرحله السيميوليشن على الكمبيوتر، الكمبيوتر لما يجي يحسب الاوتبوت هيحسبه لك كديسكريت، كما لو كان ده داخل على سامبلر فيطلع الاوتبوت هنا كديسكريت واي اوف كي. فانا عشان احسب الريسبونس او الاوتبوت كديسكريت سيجنال واي اوف كي، قلنا ايه المره اللي فاتت؟ بنجيب الاول الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، الترانسفير فانكشن الكليه بتاعه السيستم اللي هي هتبقى الزد ترانسفورم للاوتبوت واي اوف زد على الزد ترانسفورم للانبوت الار اوف زد. دي هتساوي، دي المره اللي فاتت بقى قلنا دي هتساوي ايه؟ اولا قلنا حاصل ضرب الاثنين دول كده هنسميه جي اوف اس، تمام؟ فكان دي بتساوي الدي اوف زد في الجي اوف زد على واحد زائد الدي اوف زد في الجي اوف زد، بحيث ان الدي اوف زد دي الترانسفير فانكشن بتاع الديجيتال كنترولر. وانا قلت لك يا اما اهدها لك في المساله كداله في الزد، يا اما اديك الديفرنس ايكويشن ما بين الام اوف كي والاي اوف كي وتاخد الزد ترانسفورم للديفرنس ايكويشن عشان تجيب منها الترانسفير فانكشن، يا اما يعني لو انا قلبي راضي عنكم يعني ممكن اديها لكم بتساوي كام؟ واحد. محدش يا جماعه. طيب بالنسبه بقى للجي اوف زد، قلنا الجي اوف زد دي هي الزد ترانسفورم للجي اوف اس، والجي اوف اس دي بتساوي الجي اتش 0 اوف اس اللي هي بتاعه الهولد ديفايس في الترانسفير فانكشن بتاعه السيستم، والجي بي اوف اس دي هتبقى جيفن، واحنا عارفين ان دي بتساوي 1 ناقص اي اس ناقص تي اس
على الاس دي كده بتمثل الترانسفير فانكشن للهول ديفايس مضروبه في الجي بي اوف اس، فدي كده الجي اوف اس. فلما تاخد لها انت الزد ترانسفورم قلنا دي في الاخر بتتحول الى زد ناقص واحد على زد في الزد ترانسفورم لمين؟ برافو، للجي بي اوف اس على الاس. فانا هبقى مديك الجي بي اوف اس هتعوض هنا تعمل انفرس لابلاس ترانسفورم الاول تحولها لداله انالوج ثم داله ديسكريت ثم تاخد لها الزد ترانسفورم تضرب بره في الترم ده يديك الجي اوف زد ثم تعوض هنا بالجي اوف زد والدي اوف زد في الاخر هتحصل انت هنا على الترانسفير فانكشن دي داله في الزد على داله في الزد بعد ما تعوض بالدي والجي. لو انت بقى هنا ضربت طرفين في وسطين يبقى الواي اوف زد هيساوي ايه بقى؟ الترانسفير فانكشن الكليه دي اللي هي الدي اوف زد في الجي اوف زد على واحد زائد دي اوف زد في الجي اوف زد. كل الكلام ده بقى مضروب في مين؟ في الار اوف زد. طبعا الترانسفير فانكشن الكليه دي خلاص انت حسبتها، والار اوف زد ده الزد ترانسفورم للدخل، فانا هبقى مديه الدخل فانت تقدر تجيب الزد ترانسفورم بالنسبه له. فلما تضرب الدالتين دول كده في بعض في الاخر الواي اوف زد يطلع بولونوميال في الزد على بولونوميال في الزد، معادله راشنال فانكشن بسط على مقام. يبقى انا كده جبت الواي اوف زد اللي هي الزد ترانسفورم للاود، طب اجيب منها بقى الواي اوف كي ازاي؟ ان الواي اوف كي هنعمل بعد كده انفرس زد ترانسفورم للواي اوف زد. المعادله دي هتعمل لها انفرس زد ترانسفورم بالطرق اللي احنا قلنا عليها. واضح بقى من المعادله دي ان الاوتبوت هنا اللي طالع للسيستم ده بيبقى نتيجه مين؟ الانبوت اللي هو الار اوف تي، لان باين هنا في المعادله ان الاوتبوت هو بيعتمد على الار اوف زد الزد ترانسفورم للانبوت. فلو كان الانبوت بتاعنا يونت ستيب، يعني ايه يونت ستيب؟ يعني الار اوف تي بتساوي واحد، يعني لما تيجي ترسم الار اوف تي مع التايم تطلع فورتي اقل من الزيرو هي بزيرو، فورتي اكبر من الزيرو هي بواحد. ده كده بنسميه بوزيشن انبوت. ليه بنسميه بوزيشن انبوت؟ لان هو مع التايم بيتغير بس القيمه ثابته، يعني البوزيشن ده زي البوزيشن ده او الفاليو دي زي الفاليو دي، يعني هنا واخده نفس الفاليو او نفس المكان او نفس القيمه، فده بنسميه بوزيشن انبوت عشان القيمه هنا ايه؟ كونستانت، قيمه ثابته. طيب لما يبقى الانبوت هنا يونت ستيب يبقى الار اوف زد هتساوي كام؟ اللي انت هتعوض بقى هنا الزد ترانسفورم الواحد بكام؟ بزد على زد ناقص واحد. زين انت هتعوض هنا بالار اوف زد بزد على زد ناقص الواحد. لما تيجي بقى تعمل انفر زد ترانسفورم للمعادله دي عشان تجيب الواي اوف كي وتيجي ترسمه مع الانبوت، بص يا جماعه الانظمه الانالوج دي هتبقى حاله من ثلاث حالات، يا اما اوفر دامبد يا اندر دامبد يا كريتيكالي دامبد.
مين بقى اللي بيحدد؟ لان اي فيزيكال سيستم بيبقى له تو بارامترز، الزيتا والاوميجا ان، فعلى حسب الدامبنج ريشيو الزيتا فانت بتعرف نوع الريسبونس بتاع السيستم. بس الانظمه بطبيعتها ايه؟ معظمها اندر دامبد، فكان منحنى الاندر دامبد ان الريسبونس بيبدا من عند الزيرو ويعمل اوسيليشنز حوالين مين؟ حوالين القيمه الايه؟ الانبوت اللي هو الديزايرد، لحد ما ايه؟ ما يثبت عنده. تمام؟ ده منحنى الاندر دامبد. بس هو لما يجي يحسبه هنا هيحسبه بشكل ديسكريت، يعني هيحسب سامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وهكذا، يعني هيطلع منحنى الاندر دامبد بس هيطلعه بشكل سامبلز كده، بحيث انت لو وصلت السامبلز دي كده ببعضها يطلع لك منحنى الاندر دامبد. فانت هتلاقي الانظمه بطبيعتها اي انظمه كهربيه او الكترونيه واتيفر نوع السيستم، دايما الريسبونس او الاوت بتاع السيستم لما تيجي ترسمه بيبقى له مرحلتين. مرحله في الاول كده هو بيبقى متغير فيها، السامبلز بتزيد وبتقل، وبعد كده السامبلز هتثبت. هي المفروض قيمه الاوتبوت المفروض توصل لمين؟ للديزاير. بس هيبقى هنا في ستيدي ستيت ايرور، اي اس اس، في ايرور ما بين الاثنين في مرحله الستيدي ستيت. فاحنا عاوزين نحسب بقى الستيدي ستيت ايرور ده ونشوفه ازاي بيتحسب. ده موضوع محاضره النهارده. طيب النوع الثاني من الانبوت، لو كان الانبوت ده يونت رام، يعني الار اوف تي بتساوي تي، يعني لما تيجي ترسمها كده مع التايم تطلع خط مستقيم بهذا الشكل. فالار اوف تي اللي هو بيمثل الشكل الديزايرد اللي انت عاوزه للاوتبوت، يعني السيستم ده بعد ما يشتغل في النهايه الشكل بتاعه هيقول الى الانبوت ده، فده الديزايرد اللي انا عاوزه للاوتبوت. فانا يا اما القيمه الديزايرد اللي انا عاوزها للاوتبوت تبقى قيمه كونستانت، زي ما انت كده ما بتقول للتكييف عاوز درجه الحراره 20، فال 20 دي بالنسبه له هي دي القيمه الديزايرد، او تخلي الانبوت هنا يزيد مع التايم، يعني الاوتبوت يزيد يفضل رايح جاي يزيد ويقل يزيد ويقل. دي بنستخدمها يعني، بس لما هتاخدوا الكلام ده بقى ان شاء الله في سنه رابعه في الادفانسد كنترول، ان السيستم ده لو هو روبوت، عارفين يا جماعه الروبوت ده بيبقى ثابت في مكان وبيبقى له زي الهيومن ارم كده، دراع الانسان، بيبقى لينك ومجموعه من اللينكات والجوينتس. فاحيانا احنا بنخلي الروبوت ده هو بيعمل عمليه بحث مثلا تحت الميه او في مكان ما، يمشي على مسار معين. فانا ممكن امشيه مثلا على دايره، او امشيه على شكل حلزوني، او امشيه على خط مستقيم لينير راي يفضل رايح جاي. ففي الحاله دي يبقى الانبوت بتاعنا هياخد شكل الايه؟ اليونت رام. ده بنسميه الفيلوسيتي انبوت. ليه بقى بنسميه فيلوسيتي انبوت؟ اليونت رام. المسافة بتتغير بمرور الزمن، ما هي المسافة بتتغير، القيمة بتتغير. سؤال شفوي. سؤال شفوي. ايه؟ التسارع بتاعه ثابت. برافو. بيتغير بسرعة ثابتة. برافو. ما هي القيمة هنا بتزيد، بس معدل تزايدها يعني هي بتزيد ببطء ولا طالعة بسرعة كده؟ مين اللي يقول؟ اللي هو الميل بتاع الخط، مين الخط؟ اللي هو الدي ار باي دي تي. ان انا افاضل المعادلة دي بالنسبة لي التايم، فده بيساوي واحد، فالميل ده هو بيمثل السرعة، فهو كده بيتسارع او بيزيد بمعدل ايه؟ ثابت. عشان كده بنسميه الفيلوسيتي انبوت. لو الانبوت في الحاله دي يعني يونت رامب او فيلوسيتي انبوت، يبقى الار اوف زد
انا لما اجي هنا احسب الاوت بتاع السيستم هترجع للمعادله دي، هتحسب الترانسفير فانكشن وهتحتاج الار اوف زد اللي هي الزد ترانسفورم للدخل. فالدخل هنا يونت رام، يعني الار اوف تي بتساوي تي، فالار اوف زد للتي بتساوي كام؟ هتطلع تي في الزد على زد ناقص واحد الكل تربيع، ومعظم الناس بياخدوا الكابيتال تي بواحد، بس مش بالضروره ان هي تبقى واحد، ده هما بس بيخلوها واحد عشان انت عارفين المعادله دي احنا قلنا ممكن تبقى اي اوف كي او اي اوف كي تي، فمعظم الناس يقول لك ايه حط الكابيتال تي بواحد على اساس تبقى اي اوف كي هي نفسها اي اوف كي تي. لا مش بالضروره، لان اصلا الكابيتال تي ده الاشاره وهي داخله على الكمبيوتر بيحصل لها تحويل من انالوج الى ديجيتال، فهو لازم الاوبريشن بتاعه الديفايس اللي هيحول من انالوج ديجيتال يبقى السبيد بتاعته كومباتبل مع السبيد بتاعه الكمبيوتر، فالكمبيوتر سرعته عاليه فبالتالي الديفايس ده لازم يبقى سرعته عاليه، بمعنى ان السامبلنج ريت بتاعه يبقى عالي ولا يبقى بطيء؟ يبقى عالي، يعني الكابيتال تي تبقى كبيره ولا صغيره؟ تبقى قليله، فهي ممكن تبقى اقل من الواحد، لان لو هو معدل تقطيع الاشاره كان بطيء والكمبيوتر البروسيسنج بتاعه عالي معنى كده ان في ان هو احيانا لما يجي يعمل بروسيسنج هيشتغل على نفس الانبوت اكتر من مره، لان هو على ما يعمل بروسيسنج هتكون الاشاره الثانيه لسه ما جاتش، السامبل الثاني لسه ما جاتش. بس هي ان جنرال ان الار اوف تي بتساوي تي زد على زد ناقص واحد الكل سكوير. لما تيجي بقى تحسب الاوتبوت بتاع الريسبونس بتاع السيستم هنا برضه هيعمل مرحله ترانزيانت ومرحله ستيت ستيت. طيب مرحله الترانزيانت مش بتبقى عباره عن اوسيليشنز بيزيد وبيقل، بس بيزيد وبيقل حوالين مين؟ الانبوت. الانبوت هنا واخد شكل ايه؟ لينير. فهو لما يجي يحسب السامبلز السامبلز هتزيد وهتقل كده، هيعمل مرحلة ترانزيانت في اوسيليشنز كده، وبعد كده القيمة بتاعته تستقر، يعني يبدأ السامبلز تاخد نفس الشكل بتاع الانبوت، بس هيبقى في السيدي ستيت ايرور ما بينهم اللي هو الاي اس اس، ده الايرور ما بين الاوتبوت والانبوت في مرحلة السيدي ستيت، فده اللي احنا عاوزين نحسبه. فانا عاوز احسب السيدي ستيت ايرور مره لما يبقى الانبوت هنا يونت ستيب او بوزيشن انبوت، وعاوزين نحسب السيدي ستيت ايرور لما يبقى الانبوت هنا يونت رامب او فيلوسيتي انبوت. طيب دي بس كانت مقدمه عشان اوضح انها ايه هو السيدي ستيت ايرور اللي انا عاوز احسبه. طب احنا بنحتاج نحسب السيدي ستيت ايرور ليه؟ انت يهمك ده يبقى كبير ولا يبقى صغير؟ يبقى صغير. مين اللي هيصور الكلام ده؟ الكنترولر. انت لازم الاول تعرف الايرور بيتحسب ازاي قبل الكنترولر، تعرف قيمته ازاي عشان لما اجي اصمم الكنترولر اعرف انا محتاج ان يعني الايرور في النطاق الاكسبتبل بالنسبه لك، ولا انا محتاج ان انا الكنترولر ده يقلل الايرور اكتر. فانا يهمني ان انا اعرف احسب السيدي ستيت ايرور الاول. طيب عشان بقى نحسب السيدي ستيت ايرور ده هنرجع تاني للسيستم ده كده. فين مكان الايرور في البلوك دايجرام ده؟ اللي هي الاي اوف تي، يبقى الايرور هنا هو الاي اوف تي اللي هو بيساوي ايه؟ الار اوف تي ناقص الواي اوف تي. فلما دي تتحول بقى لديسكريت يبقى كل تي استبدلت بالايه؟ بالكي، فيبقى الاي اوف كي من هنا هتساوي ايه؟ الار اوف كي ناقص الواي اوف كي، هو ده الايرور. بس الايرور ده متغير ولا ثابت مع الزمن؟ هو امتى يثبت؟ برافو، في مرحله السيدي ستيت، لان هو الاوت في مرحله الترانزيانت، لان الايرور هو الفرق ما بين الار والواي، فالواي هنا لما تتغير فالايرور بيتغير، اول ما الواي هنا تثبت في السيدي ستيت اصبح الايرور هنا ايه؟
ثابت. فالسيل ستيت ايرور الاي اس اس اللي انت عاوز تحسبه ده اللي احنا بنسميه الاي اوف ما لا نهايه. يعني ايه الاي اوف ما لا نهايه؟ اللي هي كانها الفاينل فاليو. يعني ايه الفاينل فاليو؟ هنا التيب بتساوي ما لا نهايه او الزمن ما لا نهايه. انا ما اقصدش فعليا ان هو ما لا نهايه. إيه ما لا نهايه دي؟ انديكيشن ان السيستم لما بيشتغل بيمر مرحله ترانزيانت وفي النهايه الشكل النهائي بتاعه ان هو يصل للستيد ستيت. فكلمه الشكل النهائي دي كانه هو اشتغل فتره زمنيه كبيره. فيبقى الستيد ستيت ايرور هو قيمه الايرور عند كيب ما لا نهايه. طيب الاي اس اس اللي هو الايرور اوف ما لا نهايه ده لما تيجي تحسبه احد النظريات اللي احنا شرحناها في الزد ترانسفورم اللي هي الانيشال فاليو والفاينل فاليو. واحنا بنشرح الفاينل فاليو ايه المعنى بتاع الفاينل فاليو؟ لو انت عاوز عندك سيجنال عاوز تحسب لها الفاينل فاليو. يعني ايه فاينل فاليو؟ يعني ايه انيشال فاليو؟ الانيشال فاليو اللي هي قيمتها اول سامبل اللي هي عند كي بتساوي صفر. انما الفاينل فاليو اللي هي القيمه اللي هتوصل لها في النهايه في الستيد ستيت كان الكي هنا بكام؟ بما لا نهايه. فانت لما تيجي تحسب دي اقدر احسبها بطريقتين، يا اما اقول ليميت الاي اوف كي لما الكي تقول الى ما لا نهايه. انت عشان تستخدم الطريقه دي محتاج ان انت تكون عندك معادله الايرور كديسكريت سيجنال. تتحسب منين؟ هتتحسب من هنا. الار اوف كي ده الانبو وده جيفن. فانا محتاج احسب من هنا الواي اوف كي اللي هو الريسبونس بتاع الايه؟ السيستم. فاستخدام الطريقه دي لحساب الاسيستد ايرور بيبقى الماثماتكس فيها كتيره شويه. في طريقه ثانيه اللي هي استخدام الفاينل فاليو ثيرم في الزد ترانسفورم، ان الفاينل فاليو او الستيد ستيت فاليو لاي ديسكريت سيجنال ان انا اجيب الزد ترانسفورم للديسكريت سيجنال دي واضربها في زد ناقص واحد واخد الليمت لما زد تقول الى الواحد. فاحنا هنستخدم الطريقه الثانيه دي. بس عشان استخدم الطريقه الثانيه لازم يكون عندي الاي اوف زد من البلوك دياجرام. الاي اوف زد دي هي الزد ترانسفورم لمين؟ للاي اوف كي. فهيبقى الاي اوف زد من هنا هي الزد ترانسفورم للاي اوف كي. طيب بص بقى على الاي اوف كي هنا، لما هاخد لي دي الزد ترانسفورم يبقى الاي اوف زد هيساوي ايه؟ الار اوف زد ناقص الواي اوف زد. دي هتساوي الار اوف زد ناقص لو انا فتحت اللوب ده كده، دي حاله الاوبن لوب سيستم. الواي اوف زد كان بيساوي ايه بدلاله الاي اوف زد؟ احنا خدنا محاضره لوحدها على الاوبن لوب، قلنا لو مفيش فيدباك فالسيجنال اللي جايه من الفيدباك دي كانها زيرو، فاصبح الايرور كان هو مين؟ الانبوت. فده كده الانبوت. فيبقى الزد ترانسفورم للاوتبوت واي اوف زد هيساوي الزد ترانسفورم للانبوت اي اوف زد مضروب في مين؟ في الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي بتساوي ايه؟ برافو، دي اوف زد في الجي اوف زد. اذا الواي اوف زد من هنا هيساوي الدي اوف زد في الجي اوف زد، كل الكلام ده في الاي اوف زد. الزد ترانسفورم من الاوتبوت هيساوي الزد ترانسفورم من الانبوت مضروب في الدي اوف زد في الزد ترانسفورم للجي اوف اس اللي هي هتطلع الجي اوف زد. واحنا قلنا دي يعني بتتحسب ازاي من شويه وفي المحاضرات اللي فاتت. لو انت بقى جبت الاي اوف زد الناحيه اللي هناك باشاره وخدت الاي اوف زد هنا مشترك، هتصل في النهايه
لان الاي اوف زد هيساوي الار اوف زد على واحد زائد الدي اوف زد في الجي اوف زد. الترم ده كده لوحده بيمثل مين؟ الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. طيب تعالى بقى نعوض بالاي اوف زد دي في القانون ده، يبقى الستيت ستيت ايرور الاي اس اس او الاي اوف ما لا نهايه هيساوي ليميت زد ناقص واحد في الار اوف زد على واحد زائد الدي اوف زد في الجي اوف زد، ويبقى ده القانون اللي هستخدمه لحساب الستيدي ستيت ايرور. بص بقى على القانون ده محتاج ايه عشان تحسب الاي اس اس. القانون الاخير ده محتاج ايه؟ محتاج الدي اوف زد، وقلنا خلاص هنبقى اديها لك او هديك الديفرنس ايكويشن وتحسبها، ومحتاج الجي اوف زد وقلنا الجي اوف زد تتحسب ازاي، ومحتاج كمان مين؟ الزد ترانسفورم لمين؟ للانبوت. احنا قلنا هناخد نوعين من الانبوت، تعالى ناخدهم كل انبوت لوحده. لما يبقى الانبوت يونت ستيب اللي هو بوزيشن انبوت، يعني خلاص الانبوت ثابت فالاوتبوت هيعمل ترانزنت ثم يستيدي ستيت، فالستيدي ستيت ايرور اي اس اس في الحاله دي هنا الار اوف زد اللي انت محتاج تعوض بيها فوق هنا قلنا هتساوي كام؟ مش الانبوت هنا يونت ستيب بيساوي واحد، يبقى الار اوف زد بتساوي زد على زد ناقص الواحد. طيب تعالى نعوض بدي فوق بقى، يبقى الاي اس اس هيساوي، بس قبل ما نعوض بدي يا جماعه في حاجه ثانيه عاوزين نوضحها. هو الستيدي ستيت ايرور هنا بيعتمد على ار اوف زد، وخلاص قلنا الانبوت هنا يونت ستيب فالار اوف زد بزد على زد ناقص واحد، وبيعتمد كمان على الترم ده. الترم ده اللي هو بيمثل الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الدي اوف زد في الجي اوف زد. اي ترانسفير فانكشن بتحسبها بتطلع بسط على المقام راشنال فانكشن، البسط معادله في الزد بولينوميال في الزد والمقام بولينوميال في الزد. وجربوا حتى الاكزامبلز اللي احنا خدناها في المحاضرات اللي فاتت او المسائل اللي بتنزل في السكشن. فالمعادله اللي في المقام دي انا اقدر احللها الى زد ناقص واحد بص كابيتال ان في زد زائد البي واحد في زد زائد البي اتنين الى زد زائد البي ان. والبسط ممكن يبقى فيه رقم ثابت، والمعادلة اللي في البسط دي اجيب الجذور بتاعتها واكتبها بالشكل ده، زد زائد زد واحد في زد زائد زد اتنين الى زد زائد زد ام، بحيث في اي ترانسفير فانكشن جذور البسط بنسميها ايه؟ الزيروس، وجذور المقام البولد. فلما تبص على دي كده بعينك يبقى ناقص بي واحد، ما هي جذور المقام انك تاخد المقام وتساويه بالصفر وتجيب الجذور بتاعته اللي هي البولز، فيبقى عندك بول عند ناقص بي واحد وناقص بي اتنين وناقص بي تلاته لحد ناقص بي ان، وعندك بولز هنا ات زد بتساوي كام؟ واحد. والبسط هنا لو سويت المعادله اللي بالبسط بالزيرو وجبت الجذور بتاعتها اللي هي بنسميها الزيروس، فيبقى عندك زيروس عند ناقص زد واحد وناقص زد اتنين لحد ناقص زد ام، والكي ده رقم ثابت. ده الشكل العام للترانسفير فانكشن، انما مش بالضروره يطلع هنا رقم ثابت، مش بالضروره يبقى في قوس هنا زد ناقص واحد، يعني مش بالضروره يبقى هنا في بولز عند زد بتساوي واحد، ده هو على حسب الايه السيستم.
اوكي. في حاجه بنعرفها في المعادله دي بنسميها السيستم تايب. ما هو السيستم تايب؟ السيستم تايب ده النمبر اوف بولز اد زد بتساوي واحد، اللي هي بتساوي الكابيتال ان. يعني لو هنا مفيش، لو الكابيتال ان دي بتساوي زيرو، اي حاجه يا استاذ زيرو بكام؟ يعني في كام بول عند زد بتساوي واحد؟ مفيش. ولو كابيتال ان دي بتساوي واحد يبقى في كام بول عند زد بتساوي واحد؟ بول واحد. طب لو هي بتساوي اتنين يبقى في اتنين بولز عند الواحد. طب لو هي بتلاتة يبقى في تلاتة بولز. فالكابيتال ان دي يعني اللي هي عدد البولز عند زد بتساوي واحد دي بنسميها السيستم تايب. بناء عليه بقى بنقسم الانظمه الى تايب زيرو سيستم. تبقى الكابيتال ان هنا بكام؟ بزيرو. خلاص تايب زيرو خلاص مفيش بولز، يعني الكابيتال ان بزيرو. وفي تايب 1 سيستم، فالكابيتال ان هنا بكام؟ بواحد، يعني عدد البولز هنا بيساوي بول واحد بس عند زد بتساوي واحد. او ممكن تبقى تايب 2 سيستم، فالكابيتال ان هنا بتساوي 2، يبقى فيه 2 بولز، بس معظم الانظمه بتبقى تايب 1. ممكن بقى انا اسالك سؤال شفوي، ايه الفرق ما بين السيستم اوردر والسيستم تايب؟ تمام. بص يا باشمهندس، بالنسبه للسيستم اوردر بتجيبه من الترانسفير فانكشن الكليه اللي هي بتاعه السيستم اللي هو قانونها ده، وتاخد اعلى درجه في المقام تبقى دي رتبه السيستم. انما السيستم طيب ده بيجي من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بس. بس بحسب ايه في الاوبن لوب ترانسفير فانكشن؟ درجه المقام هنا بس. درجه مين في المقام؟ درجه القوس اللي هو زد ناقص واحد، اللي هي عدد البولز عند زد بتساوي واحد. نرجع تاني بقى للحساب الايرور. بقول لو الانبوت بتاعنا يونت ستيب يبقى الار اوف زد بتساوي زد على زد ناقص الواحد. تعالى نعوض بقى بديا فوق. لما تعوض بالار اوف زد بزد على زد ناقص واحد، فزد ناقص واحد هتروح مع مين؟ مع زد ناقص واحد. يبقى السيد ستيت ايرور هنا هيساوي ليميت لما زد تقول الى الواحد، ليميت بقى لمين؟ دي هتبقى زد على زد ناقص واحد، فزد ناقص واحد هتروح مع زد ناقص واحد، فدي هتبقى ليميت زد على واحد زائد الدي اوف زد في الجي اوف زد هيساوي. لما يبقى عندك ليميت بسط على المقام بتوزع الليميت على البسط وعلى المقام. ليميت البسط لما زد تقول للواحد بكام؟ بواحد، لان ده زد فبتعوض عن زد بواحد فيطلع واحد. على ليميت المقام ليميت الترم الاول بكام؟ بواحد برضه لانه حد ثابت، زائد ليميت الدي اوف زد في الجي اوف زد لما الزد تقول الى الواحد. دي بنكتبها كده واحد على واحد زائد الكي بي، بحيث ان الكي بي ده بيساوي ليميت الدي اوف زد في الجي اوف زد لما الزد تقول الى الواحد. وده كده بنسميه البوزيشن ايرور كونستانت. ده ثابت بتحسب منه الايرور، لان الايرور هنا الاي اس اس خلاص بيساوي واحد على واحد زائد الكي بي، فده بنسميه الايرور كونستانت. بس بوزيشن ايرور كونستانت لان الانبوت هنا بوزيشن انبوت. لاحظ بقى ان البوزيشن ايرور كونستانت بيتحسب من انهي ترانسفير فانكشن؟ برضه من الاوبن لوب. وخد بالك انا في المساله لو اديتك الدي اوف زد بواحد يبقى الدي في الجي كانها هي ايه؟ الجي بس الايه؟ لوحدها. يعني كده مسهل عليك.
طيب ايه الفرق بقى ما بين القانون ده وما بين القانون ده؟ لا ما هو ده بيحسب الاسيستد ايرور وده بيحسب الاسيستد ايرور. القانون الثاني ده حاله خاصه لما يبقى الانبوت بوزيشن او يونت ستيب، انما لاي انبوت جنرال ده القانون العام لحساب الايرور انك تعوض بالزيت ترانسفورم للانبوت اللي انا هديهولك. لو كان السيستم طيب زيرو، لو السيستم كان طيب زيرو يعني ايه السيستم كان طيب زيرو؟ يعني الكابيتال ان بكام؟ يعني ده مش موجود، يبقى الدي في الجي هتاخد الشكل ده. تمام؟ في الحاله دي يعني الكي بي، شايف الكي بي بتقول ليمت الاوبن لوب اللي هي المعادله دي وبتعوض عن كل زد بواحد، فلما تيجي هنا تعوض عن زد بواحد يطلع البسط والمقام ارقام مضروبه في بعضها وهنا في رقم، فيطلع الكي هنا رقم قيمه فاينايت، وبالتالي الستيد ستيت ايرور هيطلع بيساوي رقم هو كمان اللي هو القيمه دي اللي انا عاوز احسبها. طب لما يبقى السيستم الطيب بتاع السيستم اكبر من او يساوي واحد، يعني هنا في زد ناقص واحد اس واحد او اس اتنين او اس تلاتة، فهي ان جنرال اس ان بس طيب زيرو دي معناها ان الان هنا بتساوي زيرو، الطيب هنا اكبر من او تساوي واحد معناها ان الان اكبر من او تساوي واحد. لما تيجي بقى تحسب الكي بي يطلع بكام؟ يطلع بما لا نهايه، لان بص هنا ده طيب واحد او اتنين او تلاته، فهنا في المقام زد ناقص واحد، فلما تيجي تاخد المعادله دي بقى تعوض بيها هنا وتعوض عن زد بتساوي واحد، فيطلع في المقام هنا واحد ناقص واحد زيرو، اي حاجه على زيرو بكام؟ بما لا نهايه، وبالتالي الاستيت ايرور يطلع بيساوي كام؟ يطلع بيساوي زيرو، يعني الخارج والدخل الاثنين هينطبقوا على بعض هنا في مرحله الستيد ستيت. اذا زياده الطيب دي ميزه ان هو بيقلل لك الستيد ستيت ايرور. مين بقى اللي هيزود لك الطيب؟ ممكن السيستم لوحده من غير الكنترولر يبقى فيه ستيد ستيت ايرور. فانا لما اجي اصمم الكنترولر ده واضيفه على السيستم بحيث لما الدي تتضرب في الجي فده يعلي الطيب بتاع السيستم، وبالتالي في وجود الكنترولر الايرور يقول الى الزيرو. طيب ده النوع الاول من الانبوت. طيب النوع الثاني من الانبوت اللي هو اليونت رامب او البروست امبو. الانبوت الثاني اللي هو اليونت رامب او البروستي انبوت، ان الار اوف تي مع التايم تطلع خط مستقيم بالشكل ده، يعني كان الار اوف تي هنا بيساوي تي، خط مستقيم هنا بس ميله بكام؟ بيساوي واحد، يعني كان الزاويه دي كام درجه؟ 45 درجه. لما تيجي تحسب الاوت بتاع السيستم قلنا هيعمل مرحلة ترانزيان ثم ستيدي ستيت، فهو هيبقى هنا مجموعة من السامبلز بالشكل ده كده، هيعمل مرحلة ترانزيانت هنا، هيعمل اوسيليشنز حوالين الانبوت اللي هو الديزايرد، وبعد كده في مرحلة الستيدي ستيت هيبقى في الستيدي ستيت ايرور هنا، ده اللي انا عاوز احسبه. طيب الار اوف زد اللي انت هتعوض بيها طالما الانبوت هنا بيساوي تي يونت رام، فالار اوف زد هنا زي ما قلنا بتساوي تي في زد
على زد ناقص واحد الكل سكوير. تعالى بقى نعوض بالار اوف زد في المعادله دي، هيطلع الستيت ستيت ايرور هيساوي بص دي المقام بتاعها في زد ناقص واحد كل سكوير، هينضرب هنا في زد ناقص واحد، فهيتبقى هنا دي باست على مقام، الباست بتاعها كام؟ تي زد، والمقام بتاعها يتبقى فيه كام؟ فالزد ناقص واحد دي تنزل في الايه؟ في تحت، فالاي اس اس هيساوي ليميت الزد لما تقول الواحد لي التي في الزد على زد ناقص واحد زائد زد ناقص واحد في الدي اوف زد في الجي اوف زد. وزع الليمت كده فوق وتحت، ليمت البسط بكام؟ بتي، فده هيساوي تي على ليمت المقام الحد الاول ده بكام؟ بزيرو، زائد ليمت الحد الثاني، فده يبقى ليمت زد ناقص واحد في الدي اوف زد في الجي اوف زد لما زد تقول الى الواحد. اقدر اقول ان ده بيساوي اقسم بسط ومقام كده على التي، فده يساوي واحد على واحد على التي في ليمت زد ناقص واحد في الدي اوف زد في الجي اوف زد لما الزد تقول الى الواحد. اذا نقدر نقول ان السيل ستيت ايرور هيساوي واحد على الكي في، بحيث ان الكي في دي بتساوي واحد على كابيتال تي في ليمت زد ناقص واحد في الدي اوف زد في الجي اوف زد لما الزد تقول الى الواحد. ده كده بنسميه الفلوستي ايرور كونستانت. اولا هو ثابت لان الايرور بيساوي واحد على الثابت ده، بس فيلوست ايرور كونستانت عشان الانبوت هنا فيلوست انبوت او يونت رام. برضو القانون ده امتى استخدمه؟ لو انا قلت لك ان الانبوت هنا يونت رام في المساله. بس انا عاده يعني انا هجيب لك لما اجي اقول لك احسب الاسيستيت ايرور هقول لك الانبوت يونت ستيب او الانبوت يونت رامب، هحدد لك نوع الانبوت عشان تحدد القانون اللي انت تشتغل عليه. طيب لو كان الان هنا بتساوي زيرو يعني ده طيب زيرو سيستم، الكي في هتساوي كام والستيدي ستيت ايرور هيساوي كام؟ لو كان السيستم طيب زيرو السيستم تايب زيرو يعني الكابيتال ان دي بكام؟ بزيرو، يعني ده كده مش موجود. فادي معادله الدي في الجي، خد بقى الدي في الجي اضربها في زد ناقص واحد وعوض عن زد بتساوي واحد، فالمعادله دي كلها لما اتعوض عن زد بواحد يطلع رقم على رقم، وبضربه هنا في زد ناقص واحد فواحد ناقص واحد بزيرو، فيطلع الكي في بزيرو، وبالتالي الستيت ستيت ايرور ما لا نهايه. يعني هتجد هنا الايرور هنا رايح للمالا نهايه. طبعا دي حاجه سيئه جدا في السيستم، اول ما تشغله يبقى انستيبل منك ينهار منك على طول. طب لو كان الان بتساوي واحد السيستم تايب 1، يعني ايه تايب 1؟ يعني هنا في زد ناقص واحد اس واحد، لما اجي اضرب دي بقى هنا في زد ناقص واحد الزد ناقص واحد هتروح معاه الزد ناقص واحد دي، يبقى في الحاله دي الكي في يطلع ايه؟ يطلع برقم، وبالتالي الستيدي ستيت ايرور يطلع برقم هو كمان اللي هو القيمه دي اللي انا عاوز احسبها. طب لو كانت الان اكبر من او تساوي 2، يعني الطيب اكبر من او يساوي 2، يعني هنا في زد اس ان بحيث ان دي تربيع او تكعيب او اس 4، فالمعادلة دي لما تيجي تتضرب هنا دي هتنضرب في زد ناقص واحد، بس هنا في زد ناقص واحد اقل اس لها يبقى كام؟ 2، فاتنين او 3 او 4، فلما تنضرب في زد ناقص واحد يتبقى تحت هنا كام؟
زد ناقص واحد، يبقى انا لما اجي اعوض هنا هيبقى هنا تحت في المقام زد ناقص واحد، فلما اعوض عن زد بتساوي واحد، فواحد ناقص واحد في المقام بزيرو، اي حاجه على زيرو يطلع الكي في هنا بماله نهايه، وبالتالي الستيدي ستيت ايرور بيساوي زيرو، يعني الاوتبوت والانبوت الاثنين هينطبقوا على بعض. زي ما انت ملاحظ ان زياده التايب بتقلل لك الستيدي ستيت ايرور، واللي هيزود لك التايب ده الكنترولر، مش هيبقى فيه مشكله للكنترولر، لان التايب ده زي ما شرحنا في الترم الاولاني الناس كانت فاكره تقدر تعلي التايب لو انت زودت عدد الانتجريتورز جوه السيستم. هديكم بقى مسألة تحلوها ريبورت وتسلموها للبشمهندس. للسيستم ده كده يا جماعة جيفن عندنا مثال، دي كانت حل ريبورت لنفس السيستم ده كده، الدي اوف زد بواحد، والسامبلنج تايم ده بواحد سكند، والجي بي اوف اس اللي هي الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم واحد على الاس في اس زائد الواحد. عاوزين نحسب فاين الستيدي ستيت ايرور فور يونت ستيب انبوت ويونت رام انبوت. الدي اوف زد الجي اوف زد لما تحسبها هكتب لك المعادله عشان وانت بتحل تعرف اذا كنت بتحل صح ولا غلط. طبعا الدي اوف زد هنا بكام؟ بواحد، والجي اوف زد اللي هي الزد ترانسفورم من الجي اوف اس، انت لما تحول دي في النهايه هتطلع لك بالقيمه دي. هيطلع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بالشكل ده. ده تايب زيرو ولا تايب واحد ولا تايب اتنين ولا ايه؟ ما انا عارف، ما انا قلت هسال السؤال ده عشان انا عارف ان الناس هتقوم واقعه كده على طول تقول لك تايب زيرو. الله ينور عليك، شفت بقى؟ ادي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. لازم المعادله دي انت حللها القوسين مضروبين في بعض عشان تشوف احد القوسين دول هيطلع زد ناقص واحد ولا لا، عشان تقدر تحدد الايه التايب. فالناس تحلها ريبورت يا جماعه وتسلموها لل